احلى مفاجأة النهاردة، وحبيت اشارككم معايا واخوكم معايا. تشوفوا كلنا لنا ناس فاقدينها وناس وعزيزة علينا. انا عن نفسي اهلي امي وابويا، بصراحة ايه مفاجأة حلوة قوي، يا ريت كلنا نروح لهم ونزورهم. يعني اللي ليه حد غلى عليه ميت يروح يزوره ويشوفه. بصراحة بيبقوا مستنين مننا ان احنا نبص عليهم نكافئهم حتى بعد ما ماتوا، ندعي لهم. احنا مهما نقول ومهما يعني نتكلم عنهم مش هنوفي حاجة من حقهم علينا، وبالذات اللي فقد امه وابوه هيحس قوي بالاحساس الصعب ده. فياريت لو تيجوا تزوروهم، هنا هدوء، هنا الدنيا خالية من المشاكل، خالية من اي حاجة، ما فيهاش حاجة خالص مستاهلة لو نعرف والله. الهدوء في المدافن وقمة الألم برضو. ربنا يرحم كل عزيز وغلى علينا. حبيت أوريكم هم قد إيه في هدوء وعايشين في نعيم، يعني الحمد لله ربنا جعلهم من أهل النعيم. بصوا هدوء هدوء، ما تسمعوش اي حاجة. ربنا يرحمنا ويرحم امواتنا ويرحم اموات المسلمين يا رب، ويحسن خاتمتنا وخاتمة امة محمد جميعا يا رب. ربنا يرحم كل عزيز وغالي فقدنا يا رب. ربنا ينور لهم قبورهم يا رب، واجعلها رحمة يا رب عليهم. شايفين كل دي ناس غالية علينا وأهل، كل واحد فقد حد عزيز عليه بيزوره. أنا بقول لكم يعني روحوا لهم، إحنا في شهر مفترج إحنا ننساهم. كل سنة وهم طيبين يا رب، وفي الجنة أحسن من الدنيا. الله يرحمهم يا رب. دي مقابر برضو على اليمتين الاتنين، يعني ماشية في المقابر. عامة احب اقول لجوزي شكرا ان انت خدتني وودتني وفاجئتني. انا عن نفسي بخاف امشي بالمقابر، بس والله العظيم لما تمشوا فيها شوية بس كده هتحس بهدوء، وهتحس ان الدنيا ما تسواش اي حاجة والله. اللي تعبان، اللي شايل هم، اللي متضايق من اي حاجة يجي يزور الناس دي شوية ويقعد معاهم. عموما سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين وهم في الجنة طيبين وفي نعيم بإذن الله.